مستر هشام ومنهج الصف الثاني الاعدادي منهج لغه انجليزيه. ان شاء الله اقوم بشرح المنهج باذن الله، وان شاء الله يعجبكم وتتم المشاركه على الفيديوهات. والان مع الوحده الاولى، الصف الثاني الاعدادي. وير وي ليرن بيتحدث عن المكان اللي احنا بنتعلم فيه. المكان اللي بنتعلم فيه من تيتشرز مدرسين، من بلاي جراوند ارض الملعب، من كلاس رومز من فصول، من كوريدور الممر بتاع المدرسه، من لايبرري مكتبه، من لاب، من معمل كمبيوتر، ميوزك حوره موسيقى، كل شيء عن المدرسه. فالنهارده ان شاء الله بنتكلم على وير وي ليرن، حيث نتعلم. هنا هنتكلم على المواد الدراسيه، يعني سبجكتس، مواد دراسيه انجلش، عربيك، ساينس، ماس، ريليشن، كل المواد الدراسيه. وهنتكلم عن مكان المدرسه، ونوصف مكان الفصل، ومكان المعمل، ومكان الكمبيوتر، ومكان الملعب. وامتى نتكلم في المدرسه؟ في الوقت الفسحه. وليه يجب علينا ما نتكلمش في الفصل؟ فده الوحده الاولى بتتكلم على اللي يجب ان نعمله ويجب الا نفعله. والان مع الوحده الاولى للصف الثاني الاعدادي. Where we learn حيث نتعلم. لو لاحظتوا كل مكتوب على وايت بورد بالقلم طبعا مشروح باللغه الانجليزيه. المفروض الطالب في الثانيه اعدادي او اولى اعدادي او ثالثه اعدادي يبقى اللغه الانجليزيه يتكلم اكتر ويسمع اكتر في اللغه الانجليزيه. فبلاي جراوند ارض ملعب، كوريدور ممر او طرقه، هيستوري تاريخ، ساينس علوم، ماس رياضيات، كيرفول حريص، الاو يسمح، فلور ارضيه، ستودنت طالب، براكتس يعني يمارس، بريك راحه او فسحه، امبورتنت هام، جيم صاله الجيم، ستيرز اعلى السلالم او دور العيون، ديفرنت مختلف، كيرلس مهمل، داون ستيرز الدور السفلي، اب ستيرز الدور العلوي، توب اعلى وفوق، تور جوله، شو عرض، ذا فيرست فلور الدور الاول، لوكيشن موقع، بولايت مؤدب، ديجرام رسم تخطيطي، بوتوم قاع، سكول رولز قواعد مدرسيه، هارت يصيب او يجرح، واي طريقه او وسيله، واي اوفيس مكتب. وكده خدنا اهم الكلمات في الوحده الاولى، خدنا اهم الكلمات الفوكابلري المهمه كلها في الوحده الاولى. بعد كده هناخد هنا مع بعض الابيليتي. يعني ايه ابيليتي؟ يعني المقدره على شفع الشيء. وناخد نيسيستي الضروره، والابليجيشن الالزام. الابيليتي والابليجيشن والنيسيستي الضروره او الالزام مع بعض. السبرنسنج تعبيرات، ابيليتي يعني قادر على، نيسيستي طبعا الضروره، ابليجيشن الالزام. لما اقول كان يستطيع، طبعا معروف كان بتساوي ام او از او ار ايبل تو. يعني نقول ام ايبل تو، از ايبل تو، ار ايبل تو بتساوي كان. نفي كان ايه؟ كانت دي بتعبر عن القدره، بتاتي مع كل الضمائر. يعني كان بتيجي مع المفرد والجمع، وكانت بتيجي مع المفرد والجمع وبعديهم الفعل في المصدر. لما اقول اي كان كاري ذا باج، انا استطيع احمل هذه الحقيبه، بتساويها I am able to carry. يبقى الاربع كلمات دول بيساوي كلمة can. يبقى نقول I am able to carry بيساوي I can carry that bag. النفي بتاعها I can't carry the bag، ما اقدرش اشيل هذه الحقيبة. ليه؟ It is heavy،
ثقيله جدا، يبقى خدنا الابيليتي القدره على كان او ام او از او ار ايبل تو. بعد كده النسيستي الضروره ماست، ماست دي يعني يجب ان، طب عكسها ايه؟ ماستنت. اما اقول مثال يو ماست سبيك انجلش، يجب ان تتحدث اللغه الانجليزيه، ويل تو بي ان انجلش تيتشر، لكي تصبح مدرس انجليزي، يبقى اي مدرس انجليزي يجب ان يتكلم انجليزي بطلاقه، يبقى هنا ماست. نفي ماست ماستنت، يو ماستنت توك ان ذا لايبرري، اوعى يجب عليك ما تتكلمش في المكتبه، في ناس تقول لك لايبرري ولايبراري، يبقى يو ماستنت توك، يجب ان تتحدث ان ذا لايبرري في المكتبه. يبقى خدنا هنا خدنا الابيليتي وخدنا الالزام. بعد كده في ليتس، ليتس معناها هي بنا، لما اقول لك ليتس بلاي يلا بينا نلعب، ليتس ايت يلا بينا ناكل، يبقى ليتس هي بنا ياتي بعدها الفعل في المصدر. مثال ليتس بلس فيرب، ليتس بلاي تنس، يعني هيا بنا نلعب تنس. بعد كده اما نقول المدرسه ونقول المواد الدراسيه بنصف المكان تيجي معها ايه؟ لما اقول ات ذا اند اوف ذا كريدور في نهايه الممر، ات ذا اند اوف ذا روم في نهايه الحجره، ات ذا اند اوف ذا ميدل اوف، ات ذا توب اوف، يبقى هنا ات ذا اند اوف في نهايه، ان ذا ميدل اوف، ات ذا توب اوف، ات ذا بوتوم. تقول لي يا مستر خدناهم ليه؟ ده بيعرفك الاماكن. لما واحد يقول لي هوير از ذا بلاي جراوند، اين ارض الملعب؟ هوير از ذا لابراتوري، اين المعمل؟ هوير از ذا لايبرري، اين المكتبه؟ هقول له مثلا هوير از ذا لايبرري، اقول له ات ذا اند اوف ذا كريدور في نهايه الممر. مثلا جو اب ستيرز، اطلع الدور العلوي، جو داون ستيرز، يبقى هنا وصف للمكان. مثال وير از، بجيب المكان. مثال وير از ذا لايبرري، اين المكتبه؟ ات ذا توب اوف ذا ستيرز، اعلى السلم. وكده يا جماعه انتهينا من الوحده الاولى بكل سهوله، من كلمات، من ability obligation necessity let's ونصف المكان، وهكذا نكون ملخص الوحده الاولى. ان شاء الله باذن الله يكون عجبكم ويتم المشاركه عليه. See you soon with Mr. Hisham, the next time with the unit 2.